متابعون جزائريون، المنتخب المغربي رهيب، نهنئه بالانتصار المستحق، وعموتا يقوم بعمل كبير. هنأ متابعون جزائريون المنتخب الوطني المغربي الرديف بفوزه على نظيره الأردني اليوم السبت 4 أهداف نظيفة، مؤكدين أن المجموعة التي يشرف على تدريبها الإطار الحسين عموتا أثبتت قوتها وأظهرت إشارات قوية للغاية بقدرتها على الذهاب بعيدا في مسابقة كأس العرب فيفا قطر 2021. وقال مناصرون جزائريون من خلال تفاعلهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنهم يتمنون تأهل المغرب إلى نهائي وملاقاة الجزائر حتى يشاهدوا طبقا كرويا ممتعا ودسما بين الجزائريين والمغاربة، فيما ذهب البعض منهم إلى اعتبار أن المنتخب الرديف أظهر أنه أفضل من المنتخب الأول.